السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنشرح إزاي أقدر أحول رصيد لرقم تاني في خط اتصالات تونس أو تونس تيليكوم. كود تحويل الرصيد في خط اتصالات تونس عن طريق الكود ده، كود طويل شوية بس نتابع مع بعض. نجمة 133، نجمة 133، نجمة المبلغ مثلا نبعت 100 دينار، نجمة رقم الهاتف الجوال، نجمة الرمز السري أي رمز طبعا انت حطه شباك. يبقى تاني مع بعض، كود تحويل الرصيد في شركة اتصالات تونس أو تونس تيليكوم من خلال الكود ده، نجمة 133، نجمة المبلغ، نجمة رقم الهاتف، نجمة رمز شباك. تاني، نجمة 133، نجمة المبلغ مثلا 10 دينار، نجمة رقم الموبايل، نجمة رقم السري شباك. شكرا لكم جزيلا، ان شاء الله استنى فيديوهات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.